حياكم من مستر مواتر. وصلنا على محل لمسات. هذول جماعة صراحة خبرة يعني، ومن أقدم الناس موجودين بأبو ظبي. بيسووا مخفي، بيسووا عازل حراري، بيسووا كتير أشياء يعني. هذا الإيكلاس كوب الشكل الجديد، عم بركبوا عليه مخفي. هون ما شاء الله في الجي كلاس برابس شغالين عليها الشباب، فيها البينت جوب مش بيرفكت، فالشباب عم بيصلحوه هون. سامر حيشرح لنا هلا عن الشغل اللي عم بيصير هون، شو هو البروسيس ليعالج البينت. اذا بتشوفوا هون في زي سويرل ماركس ولا شو بتسموهم، سكراتش. سكراتش سويرل مارك نفسه، ما بعرف اذا مبينه بالضوء. واضحه اظن. ايه، فشو عم تعملوا هون بالسيارة؟ شو البروسيس لانه تصلحوا السكراتشز اللي عليها؟ هلا البروسيس اول شيء، هي سبب السكراتش هاي هو الغسيل الغلط. دائما الناس بتغسل السيارة وهي عليها حصافة بيعمل هاي السكراتشز الدوائر. اوكي. فنحن بنعمل شيء اسمه بيرن كوركشن، بنعمل بنشيل هاي الخدوش كاملة ولحنا نتأكد لحتى تصير سيارة 100% نظيفة، وبعدين بنعمل تركيب على طبقات السيراميك. اوكي. اللي هي بتحمي السيارة من هاي الخدوش، بتحمي الصبغ الأصلي وبتحمي من بهتان اللون، وبترد اللمعة على السيارة. اوكي. بتحافظ على لمعة السيارة لأطول فترة ممكنة. أكثر اللي عم بيسووا أول شيء هو بالمكنة البولش. أول مرحلة اللي هي الغسيل الخشن، بشيل الدست اللي معلق على السيارة، وبعدين بيبدوا بمراحل البولش. ثلاث مراحل حسب النوعية. أوكي. بعدين بيبدوا بالغسيل اللي هو بمادة كحولية، بعدين بيركبوا طبقات السيراميك لما يكونوا تأكدوا إنه السيارة نظيفة 100% من الخدوش. أوكي. بدأ تركيب مرحلة تركيب طبقات السيراميك على ثلاث مراحل تقريبا. بعد ما تحط السيراميك ببطل السيارة يجي عليها السكراتشز هاي مثلا، ولا بيحميها من السكراتشز ولا شو يعني؟ هذه السكراتشز هلا حاليا في البديل الاصلي. حصل سكراتشز بعد السيراميك ممكن يكون في طبقات السيراميك، يعني ما وصل للطبقة الاصلية في السيارة. اوكي. حصل، فهذا على المينتيننس بيتعالج، على المينتيننس السنوي. اوكي. بتحافظ على السيارة مدة 3-4 سنوات نظيفة. اوكي. احنا بنعطيه توجيهات انه يدير باله بغسيل السيارة، كيف طريقة غسيل السيارة صح، بحيث انه ما يرجع يتكرر الخطأ هذا. يا وسك هالجهة تقريبا خلصوا عليها البولش. شوفوا اللمعة، يعني صراحة لمعة الكال رجعت هون، ابدا ما بين انه السيارة يعني لها عمر ولا شيء. شوفوا هون الفرق، بتشوفوا هون السكراتشز، ترجع لهون مراية ما بتشوفوا ولا شيء. هذا القديم، هذا لسه بدون بولش. شوفوا الدوائر كلها، هالدوائر واضحة جدا. هون بدون بولش، نرجع على الجهة اللي سووا فيها بولش، ابدا ما في شيء. مراية صراحة حسويها على سيارتي انا. ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقة، اعملوا لايك وسبسكرايب، وان شاء الله بنشوفكم قريبا. مع السلامة.